أفلام العيد السنة دي يمكن حظها يمكن أفضل من السنوات السابقة، وخصوصا السنتين اللي فاتوا دول الظروف فيهم كانت صعبة جدا، وكان فيهم طبعا جائحة كورونا وأثرت بشكل فعلي على السينما مش في مصر بس في العالم كله. فيلم مش أنا اللي اتعرض قبل العيد ده فتح شهية المنتجين وشهية النجوم لعرض بقية أفلامهم المؤجلة. يمكن لو بصينا لكل الأفلام هنلاقيها كلها مؤجلة، سواء العارف أو البعض لا يذهب إلى المأذون أو موسى أو الفيلم بتاع هنيدي الإنس والنمس أو حتى فيلم قمر 14. هي دي الأفلام اللي معروضة في العيد. حظ الأفلام دي كويس إن الأفلام دي مصنوعة كويس جدا جدا، يعني الأفلام سواء العارف او مش انا او البعض يذهب او موسى او الانس، الافلام دي اتعملت على نار هاديه لان الظروف كانت مخلياهم مش بيجروا عشان يعملوا افلام بسرعه يلحقوا الموسم، لا عملوا براحتهم واشتغلوا براحتهم. هي بتختلف نوعيه الموضوعات اللي مطروحه في الافلام دي السنه دي اختلاف كلي وجزئي، يعني هي مش افلام معموله بشكل اجتماعي عادي، لا لا ده ممكن ثلاث افلام منها بتشتغل على التكنولوجيا، سواء فيلم العارف اللي بيتناول سرقه البنوك وحرب العقول، او الفيلم بتاع موسى اللي هو بيحاول يعمل لنا شكل فانتازي جديد باستخدام الروبوت. طبعا الفيلمين دول تحديدا فيلمين مختلفين عن بقيه الافلام الموجوده، ويقترب منهم مش انا برضو فيه عمليه الفانتازيا شويه. الافلام دي ان شاء الله اعتقد، وانا عارف ده يمكن السنه ده هيكون افضل موسم سينمائي رغم قله عدد الافلام انهم خمسه او اربعه او هيكونوا سته، ما اعرفش هيوصل ليله العيد هيدخل معاهم ولا لا، دول هيكونوا افضل حظا بكتير جدا من الافلام السنوات السابقه. العارف هيكتسح السوق، اولا العارف هو نوعيه الافلام اللي بيعملها احمد عز اللي ليها جمهور معين، الجمهور الشباب اللي هم من تحت 21 او في سن 21 ده بيحب سينما احمد عز. سينما هنيدي السنه دي اعتقد شريف عرفة عامل تركيبه وطبخه هايله، يعني اعتقد شريف عرفة هيقدم لنا هنيدي بشكل جديد، شكل فانتازي كويس وكوميديا اللي احنا برضو متعودين عليها من شريف عرفة، واعتقد انه هيكون في السوق كويس قوي. البعض لا يذهب الى المأذون برضو كوميديا بكوميديا كريم حلو في الكوميديا بينجح بشكل حلو قوي. انا بقول لكم ان النهارده ان الافلام اذا كان مش انا عمل ال 100 مليون او تخطاها، فالعارف وموسى هيتجاوزوا ده تحديدا، الفيلمين الثلاث افلام دول هيتجاوزوا ده، انا مراهن على الثلاثه. وطبعا وجود البعض يذهب وهنيدي هيكون في السكه برضو، هيكون مش بعيد عنهم، لكن الافلام الثلاثه دول هيكونوا اصحاب الرهان الاكبر والرصيد الاكبر من الايرادات، مش انا العارف موسى. دي وجهه نظري انا اللي انا شايفها من خلال نوعيه الافلام ونوعيه الموضوعات المطروحه في افلام عيد الاضحى. ويا رب الكل يكون موفق والكل ينجح والكل اللي تعب يعني يلاقي تعبه.